مساكم الله بالخير وحياكم الله في ويكند جديد وريفيو جديد وسيارة جديدة ونظارة جديدة. اليوم الريفيو معانا الجيب جراند شيروكي ال اللي هو اللونج ويل بيس او اللارج سموه اللي بتسمونه. السيارة مع الأسف اليوم معانا وخلني أدخل داخل بس عشان الهواء. السيارة معانا فترة مو طويلة، معانا كم ساعة اليوم. ما شاء الله الجماعة في جيب يعني ما قصروا والله، اعتذروا وقالوا اسمح لنا عبد الرزاق بس السيارة عليها ضغط وايد، ناس قاعد يسوون عنها عليها تيست درايفز، فالناس تبي تجرب السيارة وكذا، فانت اخذها تقريبا 24 اورز سوقها عطنا رايك ورجعها ولا عليك. قلت لهم حاضر. ليش انا ودي اجرب السيارة؟ السيارة هذه اصلا كلموني جيب ميدل ايست قبل فترة، قالوا لي ان عندنا شغلة راح نسويها بالكويت، عندنا ايفنت نبي نسويه بالكويت حق اطلاق السيارة بالكويت. قلت لهم حاضر وراح اكون موجود ان شاء الله، ولكن مع الاسف حزتها انا كنت قاعد اجرب سيارة ثانية في دبي. اهلا وسهلا. فاعتذرت منهم وقلت لهم السموحة ما راح اقدر اكون موجود في الكويت، اول ما ارجع الكويت ان شاء الله اغطي لكم السيارة. فاليوم نبي نسولف عن الجراند شيروكي ال، سيارة جديدة بالكامل، اول نيو من برا من داخل، فيها شغلات جديدة، وخل ناخذها خطوة بخطوة كالعادة. واحدة من الشغلات الأساسية والرئيسية في جيب اللي هي السبع فتحات، 1 2 3 4 5 6 7، هذه معروفة في أي سيارة جيب، فخلنا نقول هذه هي الهوية مالت جيب. سيارة مجرد ما تشوفها من بعيد أو تشوفها بالشارع راح تدري إنها جيب، ولكن طبعا شكلها جديد، الشبك جديد، الإضاءة شكلها جديد، الكبوت بشكل عام السيارة جديدة بالكامل. وأكو شغلة صراحة أنا ما عرفت ليش، يعني سألت بس ما عرفت ليش وبحثت هم ما عرفت ليش. هالسنة طبعا من المصنع يعني جيب نزلت الجراند شيروكي ال قبل الجراند شيروكي العادي. فأنتوا لو تلاحظون أنا شنو صراحة أمانة شنو اللي حببني في أو شنو اللي حبيته أكثر شيء في هذه السيارة، السيارة من داخل وايد سعية مو شوية، ولكن اللي شفت السايد بروفايل ما تحس إنها عملاقة. يعني مثلا واحدة من الشغلات أنا ودي أقارنها بالأكسبيديشن اللي عندي. الأكسبيديشن سيارتي الشخصية من برا إذا شفتها كأنك قاعد تشوف باص، سيارة كبرها. هذه محافظين على الديزاين فيها بشكل وايد مرتب، وأنا صراحة وايد حبيت السايد بروفايل مالها. إني هني رنقاتها 22 ما شاء الله. طبعا أنا اللي عندي عشان تكونون بالصورة اللي عندي السمت اللي هي تعتبر أعلى فئة. لحظة مجرد ما قربت شبت الإضاءة، هذا الشكل الخارجي. الشكل الخارجي هم متغير بالكامل، ولكن طبعا بشكل عام السيارة مشابهة حق الجيل السابق ولكن متغيرة تماما، يعني تغيير تام، بس مو تغيير اللي يفقد السيارة هويتها. فهذه ما علي اليوم، اسمحوا لي الريفيو شوية سريع. هذه لفة سريعة عن السيارة. هيئة التقيس شو تقول جيد. بسم الله نفتح الباب الحين. خلوني أقول لكم وجهة نظر بالنسبة لي أنا، السيارة من داخل وايد أحلى من برا. يعني لما تبطل الباب وتشوف كمية التفاصيل والفخامة اللي موجودة داخل، صراحة يعني والله العظيم سيارة من داخل جميلة جدا 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 بكل تفاصيلها. لاحظوا يعني التطريز، الخشب احلى ما فيه انه ما عليه هذه طبقة اللكر، فالخشب معطيك هذا حتى الفيلينج والاحساس مال الخشب هني بالسكان. امانة تصميمها من الداخل ابدعوا في جيب، صارت سيارة وايد جميلة من داخل. هني طمغة السمت عشان بس تبين لكم شنو هذه السيارة. فبالنسبة حق داخلية السيارة للامانة برافو. ندخل داخل بسم الله في الجهة الخلفية. هني طبعا عندك يعني وايد راهي المكان، وايد مريحة السيارة. اللقروم والهدروم ممتازين، السقف كله شاموه. صدق هذه بس
على قولة صاحب شهاب هذه بروحها تعطيك راحة نفسية. هو اللي قاعد يشوف الفيديو يدري انه قاعد يتكلم عنه. المهم هني عندك حاملات اكواب ومسعى كله انسى اسمه مسند وسطي، عندك قدام يو اس بي وتايب سي، هني اثنين يو اس بي واثنين تايب سي، ورا اثنين يو اس بي واثنين تايب سي، فالسيارة مليانة. الجامة اوتوماتيك بالاربع بيبان، سيستم الماكنتوش صراحة انا مو مجربة من قبل اجرب او ما اذكر اذا جربتها ولا لا، ولكن من اقوى السيستم ساوند سيستمز اللي مروا علي. اسمه ماكنتوش. السيستم الحلو فيه مهما تعلي الصوت ما مو مزعج، ولكن يعطيك نقاوة صوت ولا اروع. عشان تعرفون شنو، قبل شوي كنت قاعد اقول لكم ان السياره من داخل وايد كبيره، ولكن من برا نوعا ما ملمومه. تعالوا خلوا اوريكم الصف الثالث. يعني انا الحين قاعد وراد هذا الكيشن حده، ليه الحين عندي هذه المساحه موجوده اقدر استخدمها، وعندي مساحه راس، اهم شيء عندي تكييف بالخلف، وعندي مثل ما قلت لكم يو اس بي ويو اس بي سي ويو اس بي ويو اس بي سي. وهني يا ساتر بالغلط انا طقيت دقمه بالغلط توه. شنو هي؟ حبيبي صفطت الكيشن على روحي. يلا ما عليه، شوفوا طبعا كل شيء اوتوماتيكي. بسم الله. مساء، سولفت لكم عن الداخلية وجمال الداخلية بالنسبة لي. خلوني الحين بس أشغل السيارة. طبعا شاشة عملاقة هني وشاشة هني، وعندك بيانو بلاك كامل هني. أنا للأمانة وايد أحب البيانو بلاك، بس في مشكلة واحدة أنه يصير في وايد طبعات، بس هذه مشكلتها الوحيدة. نبلش من صوب باب السايق ونشوف هذا التطريز اللي معطي صراحة فخامة كبيرة حق السيارة. والخشب طبعا هذا خشب صجي. هني عندنا ميموري سيتس، والدقمة اللي فوق هذه حق المساج. أمانة المساج السيارة وايد يونس، وايد حلو وايد مريح، يعني مو 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 مساج عادي. هني عندك تنزل ترفع الجامعة اوتوماتيك، هذا سيستم الماكنتوش 19 سماعة اللي قلت لكم عنه. والاختلاف فقط هني عندنا ان تقدر تتحكم في قفل الجامات عشان اليهال، وعندك هني التحكم في المرايا الجانبية. اني هني عندنا البارك اسيست، عندنا اذا تبي تسكر اللي هو السنسر فلاشر، نظام البقاء بالحارة، التراكشن كنترول، وهذا الاون والاوف اساس ان الاوتوماتيك انجن اون واوف. هني عندك الشاشة الكبيرة، طبعا عندك اهم شيء اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وتقدر تدخل بالامبيانت لايتنج. شيء ما عجبني وايد الامبيانت لايتنج، ما في لون اخضر مع الاسف. هني طبعا تشوف الابلكيشنز اللي موجوده، تبي التحكم هني تشوف المساج، شوف المساج مثلا تبي قوه المساج تكون هاي ولا ميديوم ولا لو، طريقه المساج شنو تبيها، تبيها كذي، تبيها لور باك، الفوكس كله على اللور باك يروح كذي وكذي، ولا تبي شيء اسمه روك كلايمينج، يعني على حسب طريقه المساج اللي تبيه. هذا اريح مساج فيك كذي من الكتف لاخر الظهر. هذا صراحه اسمه ووتر فول، حتى اسمه نافوره، فنافوره ووتر فول ولا شنو، شلال اللي هو. واحده من الشغلات اللي قلت لكم عنها مساع ان هذا الخشب مو حاطين عليه هذا المادة اللي ما أدري يسمونها لكر أو something like that. للأمانة يعني شكل الخشب معطيه فخامة. هني طبعا إذا تبي تشغل السيارة وتطفيها، وهني هني التحكم بالسكان، هني تتحكم في الكروز كنترول وغيره، وهني هذا المنيو اللي تتحكم فيه بالشاشة اللي قدامك على حسب أنت شنو اللي تحب، شنو الشيء اللي تبي يكون ظاهر قدامك، تقدر تغير، تقدر تشوف. عندك منيو وعندك تفاصيل ما شاء الله ما تخلص. يعني واحدة من الشغلات ان انت تقدر تخلي الشاشة كلها وين الفوكس، الشاشة كلها تصير ماب. هذا المسند الوسطي، عندك مساحة تخزينية، بعدين عندك مساحة تخزينية اكبر. فهذه كانت نظرة جدا سريعة وغير. يلا بتوريهم هني
حاضرين بوريكم الدرج. فهذه كانت نظرة سريعة على السيارة، حاولت أغطي كل هالشغلات أو خلينا نقول كل التفاصيل بأسرع وقت ممكن، مثل ما قلت لكم، بس لأنه لازم أرجع السيارة اليوم. بدران اللي بيوريكم البانوراما. أيوة واحدة ثنتين وايد كبيرة. اديله اي لا ليش تلت انت تبطله عدل ما ادري اي تبي تلعب. اوكي فيها بانوراما. محرك السيارة 3.6 لتر 6 سلندر، الجير 8 سرعات، الجير ناعم. السيارة بشكل عام السسبنشن مالها وايد ناعم، عزل وهدوء السيارة ممتاز لسرعات لل 120. تسارع السيارة وحتى دوس ما قدرت ادوس فيها لانه والله متحسف يعني، حرام مستلم السيارة ماشية 380 كيلو، عندنا دم شوي يعني، ما راح نجلد السيارة وهي جديدة. هذه شغلة. الشغلة الثانية قوة المحرك 293 يعني خلينا نقول 300 هورس باور، ممتاز جدا، مو قاعد يحسسك بتقل السيارة. السيارة 350 نيوتن متر من التورك. سعر السيارة يتراوح ما بين 16.5 ل 21. طبعا هذا التراوح وهذه الشغلات كلها يعني تختلف انت اي فئة تبي، الداخلية اللي تبيها شنو، تبيها مثلا وايد فخمة من داخل تقدر تاخذ فئة السمت اللي هي الاعلى اللي معاي اليوم، ما تهمك الداخلية وايد ولكن تبي حجم السيارة تقدر تاخذ السيارات او خلينا نقول الفئات اللي اقل من هذه. فهذه واحدة من الشغلات، حاليا متوفرة فئتين، هذه والفئة اللي اقل منها، ولكن المفروض مع الوقت ان شاء الله راح يتوفرون باقي الفئات. مدران خل اقول لك معلومه بما ان انت ركبك تعورك، تدري ان هذه ولي اول مره في جيب، سيارات جيب حطوا ني ايرباج حق الراكب مو بس حق السايق، فانت لا سمح الله اذا صار شيء في ايرباج حق ركبك، انت بروح ركبك بتفلشه بس. طبعا خل اوريكم شوف هذه انا بسميها الاوبشن اللي ما يشتغل بالتصوير، كل مره يشتغل لكن اذا صورت ما يشتغل، ما ادري ليش. المهم مساحه الدبه شيء عملاق، طبعا عندك تبطل تسكر الدبه اوتوماتيك، حتى تبطيلتها اوتوماتيك من قدام تقدر، هني عندك الثيرد رو سيت تقدر تفتحها، حتى لما تفتح الثيرد رو سيت عندك هذه المساحه كلها تقدر تستخدمها، وطبعا هني عندك المساحة التخزينية زيادة، هني عندك مساحة، لاحظوا مساحة التخزين حتى وانت رافع الكشنات وايد كبيرة، طبعا وانت منزل الكشنات يعني براحة 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 بمعنى الكلمة، واذا سويت كذي بعد اخوخل. فهذه كانت لانه تدري اني قاعد اصور. المهم فهذه كانت تغطية سريعة جدا، سامحوني أدري ودكم تعرفون معلومات زيادة، ودكم أخذ السيارة وأفصفصها أكثر، ولكن العذر والسموحة لأن الجماعة ما شاء الله أصلا من البداية قالوا عبد الرزاق اسمح لنا، بس وايد أكو ضغط على السيارة لأن الناس تبي تجرب السيارة، تبي تسوقها، والسيارة توها نازلة يعني قبل أسبوع اللي طاف يمكن كان الإطلاق الرسمي عنها. وسألته سؤال قلت له الجراند شروكي العادي متى يوصل، قال لي والله للحين مو مبين عندنا ولكن المصنع قاعد يدز لنا الجراند شروكي ال، واصلا المصنع منزل الجراند شروكي ال قبل الجراند شروكي العادي. من الميزات اللي يحبها بدر السنعوسي، واخيرا بدا يتعبث السياره، العاده هي صور يمشي. ايوه يا اخي ترى هذه والله خوش شو اسمه كل معي خوش اوبشن هذا